الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق. نشرة الأخبار مع إياد خلف. في عناوين الرئيسية لهذه الليلة: وحدات من الجيش تتقدم شمال شرق حلب ومقتل إرهابيين وتدمير عدد من الآليات لهم في مخيم النازحين بدرعا. بوتين يؤكد أن موسكو ستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على توازن القوى الاستراتيجي في المجال الأمني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أهلا بكم إلى ملفات الرئيسية لهذه الليلة. وحدات الجيش العربي السوري تتقدم في محيط دوار بعيدين شمال شرق حلب بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين ومقتل معظم أفراد مجموعة إرهابية وتدمير عدد من الآليات في ساحة حلويات الملك بالطرف الشمالي لمخيم النازحين بدرعا. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في تقرير بهاء خير. لا تغيب الأنظار عن حلب، كما لا تغيب غزارة النيران التي توجه وحدات الجيش على مواقع الإرهابيين المنتشرة في العديد من النقاط والمناطق. تقدم جديد تحرزه وحدات الجيش في محيط دوار بعيدين بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين، فيما انسحب الباقون نتيجة الضربات الموجعة. جبهة الشيخ سعيد لم تكن بعيدة عن محاور الاشتباكات، حيث دارت هناك أعنف المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والقذائف المدفعية. سلاح الجو كان له الحضور في استهداف مواقع الإرهابيين في المنصورة والبحوث العلمية والراشدين غرب حلب وعندان وحيان ومعارة الأرتيق في ريف حلب الشمال. آليات ومقرات إرهابي جيش الفتح في ريفي حما وإدلب تلقت ضربات مكثفة وجهها سلاح الجو في الجيش العربي السوري، دمر خلالها عددا من المقرات وأوقع قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية في كل من مورك والزكاة وطيبة الإمام واللحاية وزور الحيصة واللطامنة وحلفاية والزلاقيات وتل المنطار والتناهج والمصاصنة وكفر زيتة بريف حما. العمليات أسفرت كذلك عن تدمير مقار ودشم للإرهابيين والقضاء على العديد منهم في خان شيخون النقير وغرب أبو الظهور في ريف إدلب. في دير الزور أكد مراسل الإخبارية السورية صد وحدة من الجيش محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي باتجاه تل البروك في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور وإيقاع قتلى في صفوفهم. عين الرصد والمتابعة لم تغب عنها المنطقة الجنوبية، حيث تمكنت وحدات من الجيش من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين للمجموعات الإرهابية شمال شرق جامع بلال الحبشي بدرع البلد وجنوب بناء مدار شمال مخيم النازحين في درع. استهدف سلاح الجو في الجيش العربي السوري مواقع المجموعات الإرهابية في المنصورة والراشدين ومعارة الأرتيق في غرب حلب، وهذه مشاهد من عملية الاستهداف. We'll be right back.
ولمعرفة المزيد عن آخر التطورات في حلب ينضم إلينا من هناك مباشرة مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. مساء الخير أنس. مساء النور، تحية لك إياد. حياك الله أنس. اليوم كان هناك استهدافات من قبل التنظيمات الإرهابية للأحياء السكنية في حلب، ما المعلومات لديك عن هذه الاستهدافات؟ نعم، جددت المجموعات الإرهابية المسلحة استهدافها للأحياء الأمنة في مدينة حلب بشتى أنواع القذائف المتفجرة، مدفع جهنم وحمام واحد وقذائف الهاون التي سقطت في الإسماعيلية والملعب البلدي والمشارقة، إضافة أيضا إلى طلعة سحسول والمحافظة ومحيط القنصلية الروسية وصولا إلى منطقة الجميلية ومحيط ساحة سعد الله الجابري، ما أدى لارتقاء 5 مدنيين شهداء بينهم طفلتين ارتقوا عند محيط القنصلية الروسية، يضاف إليها أيضا إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى المشافي الرسمية الحكومية مشفى حلب الجامعي وأيضا مشفى الرازي. هذا الاستهداف جاء في وقت الذروة، لا سيما باتجاه هذه المناطق السكنية منها حي الجميلية الذي يعتبر من الأحياء التي تشهد كثافة سكانية، إضافة إلى أنه يضم سوق شعبي كبير في هذه المنطقة. هو تصعيد جديد يضاف إلى التصعيد السابق من قبل هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، سواء باتجاه الأحياء الآمنة عبر استهدافها بالقذائف، وسواء باتجاه أيضا المدنيين المتواجدين داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة. أنس، نلاحظ من خلال هذه الاستهدافات أن هناك مناطق تتكرر عمليات الاستهداف عليها، مثل كما ذكرت الآن حي الجميلية أكثر من مرة تم استهدافه، لماذا يتم التركيز على بعض هذه الأحياء؟ ما الذي يوجد في هذه الأحياء؟ لماذا هذه الأحياء بالذات أنس؟ هذه الأحياء يعني الكل يدرك تماما، كل أبناء حلب يدركون تماما بأن هذا الحي من الأحياء الكبيرة في مدينة حلب ويشهد كثافة سكانية، يشهد سوق شعبي، أسواق تجارية، وعلى مدار الساعة يعني إياد يوجد ازدحام للمدنيين. استهداف يعني هذا الحي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يحقق أهداف هذه المجموعات بإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. يعني الجميلية شهد لأكثر من مرة وقوع مجازر قامت بها هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. نعم. طيب أنس، ماذا عن الواقع الميداني اليوم في حلب لو تضعنا بمجمل التطورات الميدانية؟ نعم، تطور ميداني جديد من خلال استكمال الجيش العربي السوري عملياته العسكرية باتجاه الأحياء الواقعة شرق المدينة عبر مقاتلات الجو السورية وسلاح الصواريخ تبعها تقدم بري للجيش باتجاه دوار بعيدين ومنطقة بعيدين الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية. الجيش خلال هذه العملية العسكرية يسعى إلى السيطرة على بعيدين، ما يعني شل كل حركة المجموعات الإرهابية المسلحة في الأجزاء الشمالية للأحياء الشرقية من ناحية، ومن ناحية ثانية يفصل الجيش ويعزل الجيش بستان الباشا والهلوك وأيضا بعيدين عن منطقة مساكن هنانو التي تشرف عليها القوات، أيضا قوات الجيش من بوابة المناشير ناريا، إضافة أيضا إلى حي الإنذارات، هذه الجبهات التي يمكن أيضا أن تشتعل، إضافة إلى هذا التقدم الذي يعني إلى الآن يستمر فيه الجيش وسط معارك يخوضها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة. جبهة استراتيجية أخرى أيضا أشعلتها قوات الجيش وهي الشيخ سعيد التي تسيطر عليها القوات البرية وعلى أجزاء واسعة منها، تسعى من خلال المعارك التي تخوضها في هذه الأثناء إلى السيطرة على ما تبقى من أجزاء، باعتبار أن هذه المنطقة تؤمن أيضا الأحياء الجنوبية من ناحية والطريق الذي يعتبر بوابة حلب الجنوبية، ومن ناحية ثانية يؤدي إلى عمق الأحياء الواقعة شرق المدينة. نعم، أشكرك كل الشكر أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في حلب على كل هذه المعلومات، شكرا لك أنس. يتابع الجيش العربي السوري تقدمه في منطقة خان الشيح في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ويسيطر على مدرسة ومسجد سكيك، وهذه مشاهد من العمليات العسكرية على ذلك المحور. We'll be right back.
ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في حلب إلى 5 شهداء بينهم طفلتان إضافة إلى 17 جريحا. وفي دمشق استشهدت امرأة وأصيب 3 آخرون بجروح جراء استهداف إرهابي ما يسمى جيش الإسلام عددا من أحياء المدينة بالقذائف الصاروخية. وسقطت القذائف في أحياء الصالحية والمزة وركن الدين ومنطقة المزرعة وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة. والله كنا قاعدين بالبيت وفجأة طلع أول صوت انفجار، مثل قذيفة نزلت، ما في خلال دقائق بعدنا نزل صوت قوي كتير، سمعنا قوي كتير يعني، وطلعنا شفنا الأضرار كلها، السيارات انفجرت، كان في سيارة هاي اللي هون واحدة سيدة عابر سيارتها استشهدت لحظتها يعني انقتلت. طبعا القذيفة نزلت بهالمنطقة هون ودمرت السيارات والأضواء مثل ما كنتم شايفينها هون يعني، شو ذنب هالعالم هي اللي عم تروح، الناس عم تتضرر هي كلياتها، الله لا يسامحهم يا رب. قاعدين عم يستووا على المدنية وهن مو عرفانين الله وين حاطه. نحن بس شو ذنبنا العالم بعد صلاة الجمعة طالعة، نحن طلعنا فتنا على البيت طلعنا وسمعنا صوت قوي ولقينا السيارات مثل ما لك شايف هون كلها، الله لا يوفقهم الله لا يسامحهم، وإن شاء الله بيجيهم يوم نحن مع ذلك شو ما صح نضل بالشام ما أنا خايفين إن شاء الله. جاي من صلاة وجاي بغراض طالع على أول درج وإذ لاقي شيء بوم مثل الانفجار تاعنا هيد. المهم دغري نزلت للأبو لأنه صار ينزل كتير بلوك وبواب وكل شيء. بعدين المهم وقف طلعت لفوق وإذ لقيت مثل ما شايفين ظاهر صاروخ، اجت الشرطة اجوا هي كل الشبابيك الحديد الخشب كله بالبيت صار بالأرض. أعلن يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن محققي المنظمة الدولية يتواجدون في موقع الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية في بلدة أوروم الكبرى بريف حلب في أيلول الماضي. وقال الياسون في مؤتمر صحفي في جنيف أن فريق الأمم المتحدة يعرف صعوبة المهمة ويدرك أنه من الممكن التلاعب في الأدلة أو إخفاؤها، مضيفا أن هجوما من هذا النوع يصل بلا أدنى شك إلى حد جريمة الحرب. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا تلقيها معلومات تؤكد تورط فصيل مرتبط بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قصف القافلة، مشيرة إلى أنها سجلت تحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق المنطقة خلال الهجوم قادرة على تنفيذ عمليات قصف. مجلس الأمن يمدد التحقيق الدولي في هجمات أو في الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا لعام واحد، والتفاصيل مع علي معلا. ما بين استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية والغازات السامة في حلب وبين رغبة روسيا المحقة في التوصل إلى إدانة لمجازر المجموعات الإرهابية، يبقى مجلس الأمن الدولي رهنا في جميع قراراته للدول الغربية المهيمنة على أغلبية دول العالم. تمديد التحقيق الدولي في الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة عام واحد. موسكو التي طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في استخدام المجموعات الإرهابية للغازات السامة والكلور في حلب وتحديدا في المشروع 1070 شقة، أعربت عن رغبتها في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في التهديد الإرهابي الكيماوي في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك، لافتة إلى أن قرار التمديد صاغته الولايات المتحدة الأمريكية. دمشق بدورها طلبت عبر وزارة الخارجية والمغتربين منظمة الحظر الدولية بإرسال خبرائها إلى سوريا للتحقيق في الحالات التي استخدمت التنظيمات الإرهابية فيها الغازات السامة، لافتة عبر بيانها إلى أنه ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية أن الأمم المتحدة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعيران أي اهتمام عندما تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وإنهما تقيمان الدنيا ولا تقعدانها عندما يتعلق الأمر بادعاءات لا أساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الأعمال. تعمد دولي على إخفاء ممارسات المنظمات التي تدعمها واشنطن والتي إلى تاريخ اليوم تطلق عليها هذه الدول تسمية المعتدلين
رغم كل مجزرة يرتكبونها بحق شعوب المنطقة وسوريا على وجه التحديد. بعد لقاء لافروف وكيري، بوغدانوف يؤكد أن الانتشار غير المسبوق للإرهاب والتطرف ناتج عن سياسات الدول الغربية. ومساعد الرئيس الروسي يؤكد أن تعاون موسكو وواشنطن في مكافحة الإرهاب يشكل أساسا جيدا للعمل لتسوية الأزمة في سوريا. يحيى كوسا. إصرار موسكو ودمشق على ضرورة مغادرة إرهابيي جبهة النصرة مدينة حلب اليوم قبل غد تقابله رغبة أمريكية بحماية هذا التنظيم الإرهابي الموصوف، معادلة لم يتمكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري من حلها خلال لقائهما على هامش قمة ليما الاقتصادية في البيرو، إلا أن لافروف كشف أن الهدف من العملية الروسية في ريفي حمص وإدلب هو منع تدفق إرهابيي داعش من الموصل إلى سوريا، موجها انتقادات شديدة لواشنطن التي تحمي الإرهاب حتى الرمق الأخير من ولاية أوباما. اجتماعاتنا مستمرة في جنيف على مستوى الخبراء العسكريين ومستشاري دول منطقة الشرق الأوسط الداعمة للمعارضة والمعنية بشكل مباشر بالأزمة في سوريا. هذه الاجتماعات تعطي نتائج لا نعلن عنها حاليا، لكنها تصطدم بعقبة عدم تنفيذ الطرف الأمريكي لاتفاقنا بشأن فصل ما يسمونه المعارضة المعتدلة عن تنظيم جبهة النصرة. سياسة روسية ثابتة أساسها محاربة الإرهاب دون هوادة ورفض أي تدخل خارجي بشؤون الدول المستقلة، وهذا ما عبر عنه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي وجه انتقادات شديدة للدول الغربية والإقليمية الداعمة للتطرف والإرهاب. روسيا ضمن هذه الصراعات التي تسود المنطقة اتخذت موقفا مبدئيا ثابتا في العمل وفق المبدأ الوحيد الذي لا بديل عنه في حل هذه النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية من خلال حوار شامل بين أطرافها ودون أي تدخل خارجي وبالتزامن مع حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب. موسكو تواصل فتح بوابات الحوار والتعاون مع واشنطن، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتعاون بينهما على مكافحة الإرهاب يشكل أساساً جيداً للعمل المقبل بين البلدين لتسوية الأزمة في سوريا، وفق ما أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. الحرب على الإرهاب في سوريا أعادت تشكيل الخارطة العالمية ووضعت روسيا الاتحادية في مكانها الصحيح كقوة عظمى أذهلت الغرب بتسليحها النوعي وأجبرته على التعاون معها. بالتوازي مع إطلاق العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في ريفي إدلب وحمص ضد الإرهابيين فور وصول مجموعة السفن الروسية إلى البحر المتوسط بقيادة الطراد بطرس الأكبر وحاملة الطائرات كوزنيتسوف، كثفت القيادة العسكرية الروسية اجتماعاتها في منتجع سوتشي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن عودة التوازن الاستراتيجي إلى العالم في ظل محاولات واشنطن والناتو انتهاك هذا التوازن وخنق روسيا وإضعافها. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري من أجل ضمان التوازن الاستراتيجي، ويكمن هدفنا في أن نقضي بشكل فعال على أي مخاطر عسكرية قد تهدد أمن روسيا، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بنشر منظومة الدفاع الصاروخي الاستراتيجية وتنفيذ فكرة الضربة العالمية الخاطفة وشن الحروب الإعلامية. الحرب التي أعلنها الرئيس بوتين على الإرهاب في سوريا توجت روسيا قوة عسكرية عظمى وجعلت الغرب ينحني أمام صناعاتها الحربية التي أذهلت العالم وجعلته يحسب لها ألف حساب ويتراجع عن خططه لتطويقها، معترفا بدور موسكو المحوري في حل المشكلات والقضايا الدولية. مبدأي بالنسبة لروسيا لم يتغير منذ اليوم الأول من عملي في منصب الرئيس. روسيا بلد هام وهي قوة عسكرية عظمى ولديها نفوذ على مستوى إقليمي وعالمي. كلام أوباما خلال رحلته الوداعية تردد على ألسنة كثير من القادة الأوروبيين ومنهم الأمين العام لحلف ناتو يينس ستولتنبرغ الذي أقر بأهمية العلاقات مع موسكو
فيما اعترف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي لعب دورا خطيرا في تأجيج الحرب على سوريا، اعترف بأن حال الأزمة في سوريا يتطلب تعاونا روسيا أمريكيا، في إشارة إلى فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية وعزمه التعاون مع موسكو. وللمزيد حول آخر التطورات ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ عيد درويش المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عيد. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. خير لك ولكل المشاهدين. حياك الله أستاذ عيد. انقلاب كبير في مجريات الميدان في عموم سوريا لصالح الجيش العربي السوري، لكن الاستهدافات الإرهابية للأحياء السكنية ما زالت مستمرة، إن كان في دمشق أو في حلب أو في الكثير من المناطق. يعني سؤالي لك، كيف يمكن حماية هذه الخاصرة أو على الأقل يعني عدم تأثيرها في الميدان بشكل عام، وكيف تصنف مثل هذه الاستهدافات في القانون الدولي؟ لا شك أن كلما تقدم الجيش العربي السوري في مكان وطرد الإرهابيين أو قتلهم لأنهم معتدون، وبالتالي سيكون في مجال آخر، ما الذي دفع أولئك الإرهابيين لكي يقصفوا دمشق أو ضواحيها اليوم عندما كان يتقدم الجيش العربي السوري في ضواحي حلب الغربية والشمالية، وبتقدم حتى في إحكام الطوق على أحياء حلب الشرقية. إذن هذه الفلسفة وهذه المجاميع الإرهابية وهذه القطعان هي كلها منتمة وذات الهدف. أنا باعتقادي هم اليوم كلما كانت هناك انتصارات للجيش العربي السوري يقومون في لقصف الأحياء الآمنة، وهم لا يعبهون إن كانت هذا الذي هو يموت وطفل أم في سيارة أم في بيت يحترق الناس، هو لا لكن يهمهم. ليس غريب التعاطي الدولي مع مثل هذه الاستهدافات؟ يعني ما الفرق اليوم بين استهداف هذه الأحياء السكنية وبين التفجيرات الإرهابية التي تجري في أي مكان في العالم؟ يعني في كلا الحالتين من يدفع الثمن من الضحايا هم مدنيين، ومن يدفع الثمن هو المدني. لماذا لا تدان مثل هذه الأعمال؟ أين القانون الدولي من مثل هذه الجرائم؟ لذلك علينا أن نسأل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عندما لا يكون هناك في عملية تضليل وتقوم الدنيا ولا تقعد على مثلا مسألة الطفل حمزة الخطيب، ولكن عندما تجز رقبة عبد الله عيسى يعني ينام العالم ولا يعرف لهذه المسألة الإنسانية. أنا أقول بهذه المفارقة، أعتقد بما يجري اليوم يبدو أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وحتى جمعيات حقوق الإنسان هي لا تأبه وهي مسيسة حتى في تغذيتها ودعمها لهؤلاء التي تتباكى على السوريين الذين تقول أنهم محاصرين والذين يحاصرونهم أولئك المجامع الإرهابية في شرق حلب. وأعتقد يعني يتغافل المجتمع الدولي وهو كأنه محكوم من تلك السياسات ومن تلك الأعداء. هنا هذا التساؤل وأنا معك في هذا التساؤل، لماذا يتغيب المجتمع الدولي؟ وإذا كان هو مجتمع دولي ماذا يمكن أن يفعل اتجاه هذه الدول والممارسات الإنسانية اللا إنسانية التي تمارس على أولئك المدنيين؟ يان الياسون تحدث عن أن محققي المنظمة الدولية يتواجدون في موقع الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب في أيلول الماضي. موسكو قدمت أدلة على تورط فصيل إرهابي مرتبط بجبهة النصرة باستهداف هذه القافلة وتحليق طائرة أمريكية، طائرة استطلاع قادرة على عملية القصف. ما الذي تتوقعه من نتائج لهذا التحقيق أستاذ عيد؟ وهل سيكون هناك جدية في محاسبة الفاعل؟ يعني المفارقة اليوم مجلس الأمن يعطي مهلة لمدة عام للتحقيق في جرائم ما صنعه الإرهابيون بالنسبة لاستخدامهم هذا الكلور أو الغازات السامة في أنحاء حلب. لاحظ يعني هم يعطون مهل للجنة التحقيق التي يمكن أن تستخدم عبر طلب رسمي من الجمهورية العربية السورية، فلماذا هم يؤجلون لمدة عام؟ إذا كان هذا الأمر ملح تماما. لا، أنا لا أسأل عن الأسلحة، أنا أسأل عن المحققين الآن الموجودين في حلب، الموجودين في منطقة أورم الكبرى تحديدا. حتى إذا كان هو أعطتهم مهلة لمدة عام
وبالتالي لماذا هم لم ينجزوا هذا المشروع، علما بأنهم تلك العناصر والقوى المؤيدة والداعمة لهؤلاء القطعان الإرهابية هم ذاتهم الأعداء الآخرون. وعندما يمكن أن يكتشف من خلال هذه التحقيقات الأولية، أرادوا من خلال ذلك أن يعمموا أو يعموا المجتمع الدولي بما يجري الآن، وبالتالي عملية التسويف لما يمكن أن يكون هناك في مشهد دولي آخر، وتتغير الأحداث تباعا بما يجري اليوم. تصريحات بوغدانوف بعد لقاء لافروف وكيري إلى أي حد تشكل أستاذ عيد مؤشر على تحولات في السياسة الأمريكية في الأيام المقبلة؟ أعتقد هناك في متغيرات في السياسة جيوسياسية، وكما قال التقرير بأن روسيا اليوم هي ضاربة بقواها في المستوى الإقليمي. روسيا اليوم في منطقة الشرق الأوسط هي السيدة، أما أمريكا من آلاف الكيلومترات خارج البحار هي لا يمكن أن تقوم بتلك القوى التي تقوم بها روسيا. لكن قامت روسيا في كثير من دول العالم من وراء البحار أمريكا، عند أيضا في كثير من نقاط هناك في أيضا في سياسات عندما انتهجتها استطاعت أن تحبط، وحتى يعني فككت الاتحاد منظومة الاتحاد الشيوعي السوفيتي في التسعينات من القرن الماضي، لكن الآن تستعاد هذه القوة من جديد. ما الذي دعا يعني السفن التي تذهب من شرق المتوسط بعد أن أعلنت بمسألة الكيماوي بالنسبة لسوريا؟ وبالتالي ما هذه القوة؟ هي تدرك هذه القوة التي تمتلكها اليوم روسيا في قواها بالنسبة للقوى الأخرى، هي تدرك بأن ما يمكن أن تستحوذه من صناعة كبيرة وهذه القوة الضاربة اليوم في وضح النهار تضع أساطيلها في شرق المتوسط، ولا يمكن أن تنبي ببنت شفة لهذه التصريحات سواء أردوغان أم أمريكا أم العالم كله. أشكر كل الشكر الأستاذ عيد درويش المحلل السياسي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا. وجه الادعاء العام الألماني اتهامات إلى سوريين اثنين فيما يسمى حركة أحرار الشام الإرهابية في سوريا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المدعين العامين قولهم أن الشخصين في العشرينات ويحملان الجنسية السورية وقاتلا في صفوف تنظيم أحرار الشام في حلب في الفترة ما بين آب من عام 2013 ونيسان من عام 2014 على الأقل، حيث أصيب الأخير حينها. وتابع المدعون أن كلا الإرهابيين سافرا إلى تركيا ومن ثم إلى ألمانيا عام 2015. أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان عدة قرارات اتهامية بحق سوريين أو سوريين ولبنانيين لارتكابهم جرائم إرهابية، وشملت القرارات جرائم الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والقيام بأعمال إرهابية وتصنيع عبوات ناسفة وإثارة النعارات ونقل أموال للتنظيم التي قتل عسكريين لبنانيين. وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. والآن إلى باقة من الأخبار الدولية مع الزميلة لور خضور. إليك لور. شكرا لك إياد، أهلا بكم. كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في الولايات المتحدة أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس باحتمال بيع طائرات إلى قطر مقابل نحو 21 مليار دولار وإلى الكويت مقابل نحو 10 مليارات دولار.
وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على الأعضاء 15 في مجلس الأمن لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى على خلفية سقوط ضحايا في الاقتتال الأهلي بالبلاد. وصف رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه زعيم جدير بالثقة، وذلك بعد لقاء جمعهما واستمر 90 دقيقة. أعلن تيم راين النائب الأمريكي الشاب والمغمور ترشحه لمنصب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بعد الهزيمة التي ألحقها الجمهوريون بحزبه في الانتخابات الأخيرة. أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أن زعيمته المستشارة أنجيلا ميركل ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأحد، حيث يتوقع على نطاق واسع أن تعلن قرارها للترشح للمنصب لفترة رابعة. هذا كان كل شيء، عودة إليك إياد لمتابعة نشرة. شكرا لور. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران بجروح في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على خطوط التماس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت وفا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بمحيط موقع المدرسة العسكري شرق مخيم البريج أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب مجموعة من الشبان والفتية، ما أدى إلى استشهاد شاب جراء إصابته برصاص في صدره. وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في مناطق التماس شمال وشرق قطاع غزة. انتقدت وزارة الخارجية السويدية خطط كيان الاحتلال الإسرائيلي لإقرار مذكرة تسمح بالمزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأعربت الخارجية السويدية في بيان لها عن قلقها العميق بشأن المذكرة، مؤكدة أن أعمال الاستيطان هذه تتناقض مع القوانين الدولية. وطالبت الخارجية السويدية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن تبني هذا المشروع الذي يفتح المجال لشرعنة عدد ضخم من المستوطنات. وكان الكنيسة الإسرائيلي أقر في قراءته الأولى الأربعاء الماضي مشروع قانون يضفي صفة الشرعية على آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. قوات الحشد الشعبي تبدأ بتطويق مدينة تل عفر غرب الموصل تمهيدا لاقتحامها. القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على قريتي عمركان وتل واعي ضمن المحور الجنوبي لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. عام 2016 سيكون عام التحرير من داعش. منذ ليل 17 من تشرين الأول للعام الحالي، والتي أعلن خلالها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير الموصل، تستمر القوات المشتركة بالتقدم إلى المدينة عبر عدة محاور محققة إنجازات متتالية. آخر هذه الإنجازات كانت استعادة القوات العراقية المشتركة السيطرة على قريتي عمركان وتل واعي ضمن المحور الجنوبي لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. قائد عمليات قادمون يا نينوى وفي بيان له قال أن قطعات الفرقة التاسعة تمكنت من تحرير قرية عمركان التابعة لناحية النمرود ضمن المحور الجنوبي للموصل بالكامل، وجرى رفع العلم العراقي فوق أبنيتها، وأن هذه القرية تقع إلى الشمال من آثار النمرود. كما أفاد مصدر ميداني آخر عن تحرير قطعات الفرقة التاسعة أيضا قرية تل واعي شمال الزاب ضمن المحور الجنوبي لمدينة الموصل، وجرى أيضا رفع العلم العراقي فوق أبنيتها بعد أن تكبد الإرهابيون خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. العمليات العسكرية لتحرير الموصل مستمرة رغم محاولات العرقلة من قبل النظام التركي الذي لم يرد لهذه المعركة أن تبدأ أصلا، فيما يصر العراقيون على الانتصار في المعركة على الإرهاب والمحافظة على سيادة بلدهم. نظام أردوغان يزج بمزيد من المعارضين في سجونه، حالة قمعية مستمرة أدت فيما أدت إلى ارتفاع نسبة لجوء الأتراك إلى ألمانيا. بوتيرة مستمرة يتابع نظام أردوغان محاولات الخروج من أزماته عبر توسيع دائرة الاستهداف لجميع معارضي سياساته. الساعات الأخيرة شهدت إصدار أمر من المدعي العام للنظام باعتقال 103 من الأكاديميين في جامعة إسطنبول بذريعة الارتباط بفتح الله جولن، الذي تقول سلطات النظام أنه يقف وراء محاولة الانقلاب في تموز الماضي. معطيات تدل بقوة على تفاقم الأزمة في داخل تركيا التي تتوالى فيها فضائح نظام أردوغان.
67 مليون دولار قيمة ما دفعه رئيس النظام من خزينة الدولة للوبي إسرائيلي في الولايات المتحدة. في توثيق جديد كشف عنه النائب عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغودو، حقائق تتكاثف فيما تشدد المعارضة التركية على أن أردوغان باع شرف وكرامة الدولة والأمة التركية واستسلم لكل الشروط والمطالب الخاصة بالمصالحة مع إسرائيل، حسب ما يؤكده كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض. الاحتقان الداخلي تجلى في ارتفاع عدد الأتراك الساعين للجوء في ألمانيا بشكل كبير، وخاصة بعد محاولة الانقلاب بحسب تأكيد مجموعة فونغا الإعلامية الألمانية. في الداخل سلسلة ارتدادات لسياسات نظام أردوغان تهدد بانفجار كبير، وهذا ما تؤكده المعارضة كما المحللون، في حين يتابع نظام أنقرة محاولات تنفيذ أجندته الإرهابية في سوريا والعراق عبر استمرار دعمه ورعايته للتنظيمات التكفيرية، دور يتلقى مزيدا من النكسات على وقع انهيارات هذه التنظيمات بفض عمليات الجيشين السوري والعراقي والحلفاء في معطيات تنعكس أزمات تحاصر النظام الحاكم في تركيا. مشادات ومشاحنات في المناظرة التمهيدية الأخيرة للمرشحين للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية. التفاصيل في هذا التقرير. بلد تغنى وتظاهر بكل أشكال الحضارة التي يعتبر أنها أهم سماته، ربما يطبق هذا ظاهريا، ولكن عند المواقف الحق يثبت أي معالم للحضارة والرقي، والدليل على هذا ليس دليلا عاديا. المناظرة التلفزيونية 33 التي جمعت مرشحي اليمين وأحزاب الوسط 7 الذين يتنافسون في الانتخابات التمهيدية الفرنسية تميزت بتراشق كلامي عنيف بين بعض المرشحين والصحفيين. الهجمة الأولى جاءت من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عندما طلب منه مذيع القناة الفرنسية الثانية التعليق على تصريحات رجل الأعمال اللبناني الذي أكد بأنه سلم له شخصيا أموالا ليبيا. الرئيس الفرنسي السابق غضب كثيرا وخاطب بلهجة عنيفة الصحفي قائلا: كيف تخول لنفسك أن تطرح مثل هذا السؤال؟ هل نحن حقيقة في قناة تلفزيونية تابعة للقطاع العام؟ لماذا لا تستحي؟ وكيف يمكنك أن تعطي صدا لتصريحات جاءت من شخص أدين من طرف القضاء الفرنسي وحكم عليه بالسجن؟ أما الهجوم الثاني فجاء من فرانسوا فيون الذي رفض الإجابة على سؤال طرحه المذيع الذي طلب منه أن يفتح حوارا مباشرا مع منافسيه، وفي رد عنيف على الصحفي قال فيون: ما يهم الفرنسيين هو كيفية إيجاد الحلول للمشاكل اليومية التي يعانون منها، وكيف يمكن استرجاع الأمل للشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم، وليس النقاش بين المرشحين كما تقترحونه أنتم الصحفيون. هكذا كان المظهر الحضاري لسبعة فرنسيين يتنافسون على منصب رئيس الدولة الفرنسية، لم يحترموا قوانين المناظرة، وكان هدفهم إظهار أنفسهم بأنهم لا يرضخون لعالم الإعلام ولا يؤمنون باستطلاعات الرأي. الدول التي تسمي التنظيمات الإرهابية بالمعتدلين تحاسب أفراد هذه التنظيمات وتحاكمهم بشكل فردي على أنهم إرهابيون. مفارقة غريبة. هاشتاغ هذه الليلة. الرئيسية انتهت إلى العناوين. وحدات من الجيش تتقدم شمال شرق حلب ومقتل إرهابيين وتدمير عدد من الآليات لهم في مخيم النازحين بدرعا. بوتين يؤكد أن موسكو ستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على توازن القوى الاستراتيجي في المجال الأمني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
خلال لقاء.